انا في اصحابكم في مصر بيحصل فيها ايه النهارده ومجموعه من اهم الاخبار المحليه والعالميه والاكثر قراءه في الصحف وفي الجرايد. والخبر الاول اللي معايا الحقيقه خاص بالرمال البيضاء، وهو يعتبر الحقيقه كنز قوي جدا، كيفيه الاستثمار وكيفيه الاستفاده من الرمال البيضاء. الخبر معايا بيقول الرمال البيضاء نفط للمستقبل ورؤية جديدة للاقتصاد المصري. مع الهاتف الآن الدكتور عبد العال حسن عطية، الخبير الجيولوجي ونائب رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق. دكتور عبد العال، ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يسلمك يا فندم، الله يخليكي، كل سنة وانتم طيبين، وكل السادة المشاهدين بصحة وسلامة وخير يا فندم. خليني اخد المانشيت، الرمال البيضاء رؤية جديدة للاقتصاد المصري، كنز جديد للاستثمار. بص يا فندم، يعني احنا دي من الخامات اللي احنا بنمتاز فيها ومميزين فيها جدا جدا جدا، لان عندنا فيها ميزة نسبية غير طبيعية. اي فندم، سامع صوت حضرتك، اتفضل. ايوه فندم، فاحنا عندنا ميزه نسبيه فيها غير طبيعيه. بمعنى ايه؟ اولا احنا عندنا احتياطي كبير جدا، ثانيا عندنا جوده عاليه جدا ونقاء عالي. ولو بصينا للنقاء بتاعنا، لو بصينا وقارناه على الفرق اللي محدداه او المواصفات اللي محدداها المواصفات الامريكيه والمواصفات البريطانيه، هنبص نلاقي ان هم بيتكلموا بيقولوا ان المواصفات اللي تعتبر جيده اللي هي درجه نقاء فوق 92%، نلاقي ان احنا عندنا 99.9 يعني اعلى حتى من الجوده. اعلى من المواصفات الجوده اللي طلبها المواصفات القياسيه الامريكيه والمواصفات القياسيه الصينيه والمواصفات القياسيه العالميه كلها. فاحنا عندنا دي ميزه كبيره جدا جدا. ثانيا الوفره اللي عندنا، احنا عندنا كميه الاحتياطي اللي اتدرست في 10% من الاماكن اللي اتدرست، فقط 10% من المساحات اللي فيها رمله بيضاء. يعني احنا عندنا الرمله البيضاء منتشره في وادي هنا، منتشره في وادي الدخل. خلينا يا دكتور نبتدي الاول نعرف فين اماكن انتشار الرمال البيضاء، وعلى ما اعتقد ان كمان السوق العالمي الحقيقه بيقدر بحوالي اكتر من 70 مليار دولار قيمه الحقيقه لهذه الرمال. احنا وصلنا ل 80 مليار دولار دلوقتي حجم السوق العالمي اللي شغال في الرمله البيضاء، وفي من ضمنها جزء مهم جدا جدا احنا لم ندخله حتى الان ولابد ان احنا ندخله. ايه هو؟ في حاجه اسمها الفراكشن ساند او كسر الرمل. كسر الرمل ده نوع من الرمله البيضاء، بتبقى الكسر بتاعه الرمله البيضاء، ودي بتستخدم في عمليه اعاده شحن ابار البترول وتنشيطها. بمعنى ان انا المناطق او الابار اللي هي تم نضوبها او على وشك النضوب بدخلها رمله بيضاء، بتزود المساميه ما بين الصخور بتاع المنتجه للبترول، فبتزود الحصيله بتاعه البترول، ودي ليها سوق كبير جدا جدا جدا. وحتى هذه اللحظه احنا لم ندخل هذا المجال، ولابد ان احنا نخش في هذا المجال. طب ايه المشكله يا فندم؟ احنا ما بندخلوش ليه يعني؟ بس خليني ابتدي الاول نقطه نقطه مع حضرتك واعرف اماكن الرمال البيضاء عندنا فين. احنا الرمله البيضاء متركزه يا فندم في حوالين خليج السويس، سواء في سينا في ابو سليمه في حته اسمها بطلع البطله، وفي حته ثانيه قدامها من الناحيه الثانيه داخل الحدود او داخل الاراضي المصريه كلها، طبعا ارض مصر، في منطقه اسمها وادي الدخل. وادي الدخل قدام ما بين الزعفرانه وراس غارب، وفي نفس الوقت احنا عندنا وادي هنا بالكامل في مساحات هائله من الرمله البيضاء، ده غير الرمله البيضاء اللي موجوده في هضبه الحيثيات ووادي كنا في جنوب سينا. في عندي رمله بيضاء في المنشرح، في جبل المنشرح وجبل منظور وجبل فلي، كل الكلام ده احنا عندنا وفره غير طبيعيه في الرمله البيضاء، ولابد ان احنا نحافظ عليها ونستغلها. ايه المشكله بقى في ان احنا لسه ما دخلناش الجزء الثاني الحقيقه من الرمال البيضاء واستثمارها؟ بص يا فندم، الرمله احنا المساحه الجيولوجيه المصريه عملت مشروع من 20 سنه
اسمه الخريطة الإرشادية للاستثمار في مجال الحجر الجيري. مسحت الحجر الجيري اللي في مصر بالكامل، وحددت احتياطاته، وحددت مواصفاته، وحددت أنسب الاستغلال له. ولابد ان مشروع زينا يتطبق على الرمل، لابد ان احنا نعرف مواصفات الرمل اللي موجوده ونحدد احسن استخدام له طبقا للاحتياطات بتاعته. احنا لغايه دلوقتي بنتكلم على القيمه المضافه للرمل وما حددناش ايه هي القيمه المضافه للرمل. هل القيمه المضافه ان انا اوصل للمنتج النهائي، ولا اذا ما كانش عندي امكانيات على الاقل اعمل منتج وسيط واستفيد من الفرق؟ يعني الرمله مش لازم ان انا اوصل لمرحله الفايبر اوبتكس او الالياف الضوئيه، لا ده انا ممكن اشتغل واعمل دقيق سيليكا، مجرد الطحن هيديني قيمه مضافه عاليه جدا جدا جدا. متر الرمل او طن الرمل الابيض بيتباع في حدود 150 200 جنيه على ارضه، لو انا طحنته هيخش لي مش اقل من 800 جنيه في الطن، يبقى انا فرق الطحن ده هيديني قيمه مضافه، هيديني فرص عماله. في عندي منتج ثاني يطلع من الرمله اسمها السيليكا جيل. السيليكا جيل دي بتحول السيليكا لمكون زي الجيلي كده، بيقدر يمتص الرطوبه وله استخدامات عديده بنحتاجها في كل المنتجات. ففي عندنا زي ايه يا فندم؟ يعني خلينا نفهم اكتر المشاهد، ايه الصناعات اللي بتخش فيها الرمال البيضاء والجل اللي هيخرج منها؟ برضو حضرتك قلت ان احنا ممكن نستخدمه في حاجات عديده. يعني الرمله بتتوزع استخداماتها ما بين استخدامات صناعه الزجاج، صناعه الالياف الضوئيه، صناعه الخلايا الشمسيه، صناعه الزجاج، صناعه المسابك في تجهيز المسابك، في صناعه الفلاتر والمرشحات وترشيح المياه الشرب. ففيها استخدامات كتيره جدا جدا جدا، ده غير الرمل المستخدمه في مواد البناء. فهنا احنا عندنا قماشة واسعة تستخدم استخدامات كبيرة جدا جدا، ولابد ان كل مواصفات للرملة يتحدد الاستخدام الامثل ليها علشان نحدد اعلى عائد منها يجي يبقى ايه، بحيث ان انا لما يكون عندي عربية وشغلات. هل الاماكن يا فندم بتختلف من جودة الرملة البيضاء من مكان لمكان، ولا هي كلها نوعية واحدة وكلها؟ لا 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 يا فندم، بتختلف المواصفات الكيميائية والمواصفات الطبيعية. وطبقا للمواصفات الطبيعية والمواصفات الكيميائية بيحدد الاستخدام الأمثل بتاعها. ما يصلح، ما فيش عندنا حاجة اسمها خامة رديئة أو خامة جيدة، في عندنا حاجة اسمها هذه الخامة توظف وتستخدم في صناعة إيه. يعني إيه؟ الخامات والنوعية بتحدد نوع الصناعة اللي هي تدخل فيها أو المنتج اللي ممكن إن هي تستخدم فيه. ده طبقا ليه يا فندم؟ طبقا للمواصفات الطبيعية والكيميائية. يعني أنا مش أي قماشة أعملها بدلة ومش أي قماشة أعملها بشامة. ودي ليها قماشة ودي ليها قماشة ودي ليها قماشة. الاتنين قماش، بس دي ليها حاجة ودي ليها حاجة. فلابد إن أنا أحدد وأدعم الجهات البحثية إنها تحدد لي الاستخدام الأمثل لكل خامة. يعني أنا شايفة يا دكتور عبد العال إن هو ملف هام جدا، محتاج الحقيقة إن احنا نناقشه في البرنامج على هواء. أنا شايفة إن إحنا زي ما حضرتك قلت صناعات متعددة، استثمار، إمكانية لفرص عمل للشباب، حاجات مهمة جدا ممكن إن إحنا نستفيد من الرمال البيضاء وبشكل قوي جدا في الطفرة الاقتصادية القادمة. دكتور عبد العال حسن عطية، بشكر حضرتك يا فندم ألف شكر. فاصل ورجعوا لنا مرة تانية، مصر بيحصل فيها إيه النهاردة؟ رجعنا لكم مرة تانية، ومصر بيحصل فيها ايه النهاردة، والخبر اللي معايا الحقيقة خاص بالتعليم العالي. بيقول إلغاء التوزيع الإقليمي لعدد من الكليات في تنسيق الجامعات 2023. سؤال بيطرح نفسه بصراحة، ايه هي قواعد التوزيع الإقليمي الجديدة؟ ايه الاستعداد؟ هل هناك استعدادات مبكرة لتنسيق والقبول في الجامعات؟ المجلس الأعلى للجامعات إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي للثانوية العامة في عدد من الكليات والمعاهد المختلفة. مع الهاتف الآن الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم ومسؤول ملف التعليم. نتوقف أمام تفاصيل الخبر. مساء الخير يا أستاذ رفعت. مساء الخير يا أستاذ أمنية، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك بألف خير. وأنت بالصحة والسلامة ومصر كلها طيبة إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. يمكن عايزة أتوقف مع حضرتك في تفاصيل الخبر، ويعني نفهم أكتر من حضرتك إيه اللي هيحصل. بشكل مبسط يا أستاذة أمنية، عند نجاح الطالب في الثانوية العامة وتقدمه لمكتب التنسيق
بيبقى قدامه شكلين اثنين من القبول في الكليات المختلفة اللي هو عايز يلتحق بيها. في كليات القبول فيها إقليمي، بمعنى أن لا يتم قبول الطالب إلا في نفس الكلية الواقعة في الإقليم اللي هو عايش فيه منها في الثانوية العامة بالضبط، وليكن مثلا كلية التربية. فإذا كنت أنا في أسوان وعايز أخش كلية التربية يبقى بكتب تربية أسوان وفقط، ماليش الحق إن أنا أخش بقية كليات التربية الأخرى على مستوى الجمهورية. ده القبول الإقليمي، الكلام ده مطبق في كليات التربية والتربية النوعية والتمريض وخلافه. في القبول الجغرافي، بمعنى لو أنا من سكان القاهرة وحاصل على الثانوية العامة من القاهرة وعايز أخش كلية التجارة مثلا، فبكتب الأول الكلية اللي أنا واقع في دائرتها الجغرافية، تجارة عين وهي شمس كلية مثل. التجارة جامعة القاهرة ثم عين شمس ثم حلوان، وبعد كده من حقي أن أكتب أي كلية تجارة أخرى على مستوى الجمهورية ممكن تاخد مجموعي. فهنا المجلس الأعلى للجامعات قال لا، طب إحنا القبول الإقليمي إذا بدل ما نقصره فقط على أبناء المحافظة للطلاب اللي حاصلين فيها على الثانوية العامة، كما نخليها زي نظام القبول الجغرافي، أي إن أنا بكتب الكلية دي الأول في محافظتي وبعد كده لو ما خدتنيش بسبب إن الحد الأدنى للقبول بيها أعلى من مجموعي ولا حاجة، من حقي أن أكتب أي كلية مناظرة أخرى في أي جامعة أخرى في أي محافظة ثانية. وده اللي قرره المجلس الأعلى للجامعات امبارح، إلغاء نظام القبول الإقليمي ويبقى بس قبول جغرافي فقط كل الكليات زي بعضها، بمعنى أن أنا أكتب الكلية اللي أنا واقع في دائرتها الجغرافية أولا، ثم من حقي أن أكتب أي كلية تانية على مستوى الجمهورية. طب بس يعني أستاذ رفعت، يمكن زمان يعني كنا لما مثلا بنكتب في التنسيق الجامعات اللي احنا عايزينها، لكن في نفس الوقت كان من حقنا ان احنا بعد كده نعمل عملية نقل او تغيير. يعني هو ده المفهوم العام اللي حصل، ان ده هيبقى مطبق ومعمم؟ لا، دي حاجة تانية. اتفضل. وهي ان انا دلوقتي عند بعد قبولي في الكلية اللي خدت مجموعي، وليكن انا من سكان القاهرة والثانوية العامة من القاهرة، ورحت مثلا تجارة اسيوط، طب اسيوط، هندسة اسيوط مثلا، بيفتح باب التقدم لما يسمى بتقليل الاغتراب مرة تانية لطلع، عشان ان انا اقلل اغتراب الطلاب. فبفتح لهم، يسمحوا لهم قبل ما يبدأ الدراسة ان هو يرجع للكلية. وده مستمرين فيه يا فندم، ملوش علاقة بالاقليمي والجغرافي حوالينا، لا لا لا، لكن ده سيظل اغتراب. لا، ده بيسموه تقليل الاغتراب. انما الاقليمي هو اللي اتباد من توزيع، بالنسبه لتوزيع الطلاب نظام القبول الاقليمي اتلغى واصبح عندي قبول جغرافي فقط، ان هو اكتب الكليه التي ارغبها في دائرتي الجغرافيه، لو ما خدتنيش اكتب اي كليه ثانيه على مستوى الجمهوريه، عايز استمر في الكليه لو رحت فيها بعيد عن مقر اقامتي خير وبركه ما كانش، لو عايز يحول ممكن ان هو يحول الاغتراب او احول للكليه المناظره في دائره الجغرافيه. الكاتب الصحفي الاستاذ رفعت فياض، مدير تحرير اخبار اليوم ومسؤول ملف التعليم، بشكر حضرتك يا فندم الف شكر. فاصل وارجعوا لنا مره تانية، مصر بيحصل فيها ايه النهارده؟ رجعنا لكم مرة تانية، ومصر بيحصل فيها ايه النهاردة، والخبر الأخير اللي معايا خاص بالحقيقة خطوات مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية. يمكن السيارات دي زي ما بيقولوا كده هي سيارات صديقة للبيئة، هنتكلم عنها ونعرف التفاصيل. معايا على الهاتف المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجارة السيارات. مساء الخير سيادة المستشار. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى جمهورك الكريم. اهلا بيك يا فندم، وخليني اعرف من حضرتك اكتر الحقيقه تفاصيل الخبر وانتاج هذه النوعيه من السيارات صديقه البيئه. والله يا فندم الموضوع يعني يمكن قديم شويه، وكان فخامه الرئيس في 2021
كان عمل مبادرة قوية جدا، هي مبادرة جو جرين. المبادرة دي كان فيها جزئين، جزء خاص بإحلال السيارات وتجديد السيارات اللي مر عليها أكثر من 20 عام، والسيارات اللي يتم إحلالها، السيارات المتهالكة اللي بتمشي في شوارع القاهرة وبتعطل وتعمل انبعاثات كربونية وتعمل تلوث للبيئة ولا آخره. والجزء الثاني من المبادرة طبعا هو تطوير وتعميق وتوطين الطاقة النظيفة واستخدام الطاقة النظيفة والسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة. العالم كله بتغير، العالم كله النهاردة في توجه كامل للسيارات الكهربائية لعدة أسباب. أولا طبعا التلوث البيئي اللي بيحصل، ثانيا السيارات الكهربائية موفرة جدا 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 للمستهلك ولميزانية المستهلك. عارف حضرتك طبعا ان الدولة ما زالت حتى الان ومع ارتفاع الكبير جدا والملحوظ في اسعار المحروقات ان كانت سولار او بنزين، ولكن حتى هذه اللحظة ما زالت الدولة تدعم هذه المحروقات التي تستنزف مئات المليارات من العملة الصعبة التي نحن الان في حاجة اليها، وتوجيهها للسلع الاستراتيجية زي الرز والسكر والزيت والى اخره. اللي بيستخدم السيارات الكهربائية يمكن الميزانية بتاعته بتنخفض الى الخمس وعلى حسب نوعية السيارة. عايز اقول لحضرتك انك لو حاطة مثلا ميزانية 1000 جنيه في الشهر فانت ما بتستخدميش اكتر من 200 جنيه في الشهر. ده بالاضافة ان السيارات الكهربائية طبعا غير انها صديقة للبيئة، ان استهلاكها او الاستهلاك بتاع السيارة نفسه والتعامل معها في الجزئية الخاصة بالميكانيكا والصيانة والاخره تكاد تكون منعدمة. هل هي فندم هتبقى يعني امكانياتها زي اي سياره عاديه؟ هل هيبقى في محطات شحن موجوده سهل جدا ان انا اتم شحن هذه السياره؟ قوه السياره في التعامل معاها يا فندم يعني. ده سؤال مهم وهو ليه شقين. اتفضل. الشق الاولاني هل هي زيها زي اي سياره؟ لا، هي زيها زي اي سياره، بل هي تفوق السيارات التي تعمل بالحرق الأحفوري في عدة أمور، ومن أهمها التكنولوجيا الواسعة الموجودة في هذه السيارات، لأن السيارات بتبدع على الفكر الجديد والطاقة الجديدة وأحدث درجات وأعلى درجات التكنولوجيا. الجزء الثاني، هل التعامل معها متوفر من حيث البيئة التحتية؟ عايز أقول لحضرتك إن تقريبا النهاردة مفيش محطة محروقات يتم إنشائها لازم يكون فيها عدة شواحن بأنواع متعددة وفئات متعددة. كل الطرق السريعة كلها مدعمة بمحطات لشحن السيارات الكهربائية. كمان النوع ده من السيارات النهاردة بقى متوفر هي عدة شواحن، يعني في شحن في المنزل. يعني العديد من أصدقائي مثلا النهاردة بيكون مركب وحدة، ومجرد ما بيدخل جراج العمارة بتاعته بيوصل السيارة وبتشحن. النهاردة كمان كل يوم بيتم تطوير بطاريات اللاثيوم ايون. عايز اقول لحضرتك ان النهارده احنا وصلنا، مش هقول لك بقى العربيات الغاليه قوي اللي النهارده الشحن الواحده بتعدي 850 و900 كيلو، لا هقول لك العربيات المتوسطه اللي بنسميها العربيات الكهرباء الاكونوميك الشحن الواحده 400 و500 كيلو. يعني والشحنه دي بتكون في قد ايه؟ الشحنه دي بتختلف من قوه العربيه، فيها عربيات بتتشحن في 10 دقائق لنص ساعة. يا فندم احنا في احتياج لسيارات صديقة البيئة في ظل وجود ما يحدث من تغير في المناخ. العالم كله بيتجه الى الحفاظ على البيئة والسلامة والامن. المستشار أسامة أبو المجد، بشكر حضرتك يا فندم ألف شكر. وبكده بتكون فقرتنا مصر بيحصل فيها ايه النهاردة انتهت.